بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك عزيزي المشاهد في قناة ترند العالم. يا ريت تنضم لينا وتعمل لايك للفيديو ده واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ. استقر سعر الدولار اليوم الخميس 5 مايو 2022 أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية، وثبت في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 18 جنيه 45 قرش للشراء و 18 جنيه 51 قرش للبيع. وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 18 جنيه 43 قرش للشراء و 18 جنيه 53 قرش للبيع. وفي بنك اسكندرية سجل 18 جنيه 43 قرش للشراء و 18 جنيه 53 قرش للبيع، بينما سجل متوسط سعر الدولار في البنك المصري للصرف عند 18 جنيه 43 قرش للشراء و 18 جنيه 54 قرش للبيع، بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18 جنيه 48 قرش للشراء و 18 جنيه 53 قرش للبيع.